مرحبا. كل يوم نسمع بفيروس جديد عم ينتشر بالعالم، وأول هاجز عند الناس إنه ما يلقطوا العدوى، ولكن ممكن الإنسان ينقل العدوى إلى الآخرين، مثل السناجب مثلاً اللي عم بيموتوا ببريطانيا، وأثبتت الأبحاث إنه السبب بيعود إلى بكتيريا عم بينقلها الإنسان للسناجب، والحل الأنسب هو المحافظة على النظافة وغسيل الإيدين المتكرر لنحمي حالنا وغيرنا من الأمراض اللي عم تتكاثر بهالأيام. بالعودة لطقسنا، ربيع دافئ عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية مدارية شرقية توجهت من مصر وليبيا عم تأثر على مناطقنا خاصة الجبلية والبقعية، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية ورياح شرقية ناشطة حاملة غبار عم بتأدي لسوء رؤية. الرطوبة منخفضة، البحر مرتفع الموج وحرارة سطح الماء 19 درجة. بتنحسر الكتل الحارة الخميس ليعود يتأثر طقسنا بمنخفض جوي بارد مع أمطار بترفقنا نهاية الأسبوع. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 775 ملمتر، السنة الماضية 1006 والمعدل العام 613 ملمتر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 17، على المرتفعات 12، بالبقعة 9 والأرز 6. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل ببعض المناطق اللبنانية مثل العبدة 25 وزغرين 27 درجة، 28 بباب التباني، حصرون 17، كفيفان 26، عين سعادة 24 درجة، 28 ببعبدة المختارة 24، وحومين الفوقة 25 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 35 و65%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح تتراوح بين 25 و55 كيلومتر بالساعة. الرياح عم تكون شمالية شرقية. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين؟ منشوفه سوا. نهار الأربعاء بتتراوح بين 17 و28، الخميس بين 16 و23 درجة، الجمعة بين 15 و22 مع هطول أمطار. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ الجولة مع أبو ظبي بين 23 و26 درجة، القدس بين 14 و26، تونس بين 13 و20 درجة، وجولتنا بتنتهي ببرلين بين 3 و16 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.